عادة في مثل هذه الأيام يتزين سوق مارياس بحلة العيد بزينة وإضاءة، ويتبارى التجار أي زينة أحلى لجذب الزبون، ولكن اليوم هكذا كان المشهد، لا زينة ولا من يتزينون. إذا زينت بنامك الضوء، إذا فيش كهرباء للضوء نجي نفع الزينة، أي شريط هيك مزوزق نتفة صغيرة، نحن عم نحاول نوفر الأمبير، بدنا نحط زينة لنزيد نص أمبير أمبير زيادة. هو اختار جذب الزبائن على طريقته. طب هون كيف الوضع بالسوق مارياس عشية الأعياد؟ صفر، 100% صفر. يعني أنا صار يومين عم بفتح بالليل ما عم شوف مخلوقة بالشارع. إنه العالم منتوفة بس. والتجار؟ منتوفين مثلش، ومش عالم التجار. هلا في فجر، أنت بتعرفيني، في فجار وفي تجار. عاملين بصلة لمشحرين للأسف 75,000 كنت تاخدي أحسن قطعة. رب يوم بكيت منه فلما ولى بكيت عليه. يعني اللي مرق شفناه، بس اللي بده يمرق الله بيعلم فيه. قال أبو الطيب عيدوا بأي حال نقطع يا عيدوا. كيف وضعكم أنتو كتجار؟ ما بتعرفي أمتى منولد. فيش بمارياس عيد، يعني آخر أسبوع قبل الأعياد. عادي ما فيش حدا بالليل، عم نفتح بالليل ولا دوري ما عم فوت، ما في ناس. مثل قبل تنزل تظهر تشتري وتكزر، ما في منها. هلا بتنزل كرمال قصص معينه، يعني بدها تشتري بدها هيك، بس قبل مثل قبل تلاقي بالشوارع العالم ظاهر هيك، ما في منها. هلا اللي قاصد بده يشتري شغله عم ينزل يشتري، طالما انت عم تبيعي برخيص عم تحطي مكاسب قليله، العالم ما في زبون بيظهر من عندك. بدك افرجيكي انا فل. واللي عم بيقول لك انا سوقي نار بمارياس بس وقفي لك نص ساعه دمبابه. خفيف كثير السوق، ما في، يعني مش مثل قبل، خفيف كثير. لا ابدا ما في شيء حركه، ما عم يكون في شيء عالم. تجي بخساره عليكم يعني 100%، بس يعني واجباتنا نفتح، يعني لازم لانه اعياد. اوكي، في اجواء اعياد؟ لا ابدا، اكيد لا. مقبول بالنسبه لقبل، بس بالنسبه للاوضاع هلا لا ماشي الحال يعني. والزبون بين من يبحث عن الارخص او من يكتفي بالمشاهدة. أكيد يعني كل ما يطلع الدولار هني بيطلعوا قبل أكيد. طب هوني عنا عيد، شو هتعملوا؟ هتشتري ولا لا؟ بصراحة يعني بفضل ألبس اللي عندي اللي ما عم بلبسهم ولا أنزل أشتري. صعب يعني، الناس تجمع مصاري شك جدو، اللي قادر كنبي واللي مش قادر الله يعينه. الأكل أهم من الأكل، الأكل أهم من اللبس. بس يقال أن الأسواق التجارية هي انعكاس لمرآة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وما شهدناه في سوق مارياس اليوم يؤكد أن هذا الواقع هو أكثر من مأزوم. من سوق مارياس رشا الزنهاشم، أنبيان.